ينشغل يعقوب الشيخ قاسم بتلبية طلبات زبائنه، منهم من أهالي القدس وزوارها أو السياح الوافدين إليها الذين جاءوا إلى محل يشتهر ببيع الزعتر والتوابل والعطارة منذ 70 سنة خلت. كل من يمر من جانب المحل تجذبه تلة الزعتر المتوجة بمجسم قبة الصخرة المشرفة. كنا نبيع، بلشنا بالسمسم، صرنا نبيع بقوليات، بعدين دخلنا البهارات، بعدين عبرنا على الأعشاب. طبعا بعدين اشتهر هذا المحل ببيع الزعتر، وزي ما انتم شايفين كل الأجانب والعرب وغير العرب، الغربية أو غير غربية، حتى أهل البلد اطلعوا على جبل الزعتر وكيف احنا بنسوي جبل الزعتر. محلات الشيخ قاسم من معالم سوق خان الزيت في القدس القديمة. هذه السوق العريقة التي تبدأ من درجات باب العمود إلى نهاية طريق كنيسة القيامة، سميت بهذا الاسم لكثرة معاصر زيت الزيتون فيها. أكثر من 10 أو 15 معصرة زيت في سوق خان الزيت وصولا إلى باب السلسلة. طبعا سمي خان كمان لأنه كان عالي السقف، وكان الجمال يجوا من بلاد الشام يدخلوا من باب العمود يقعدوا